阿姨哇。ازيك يا نور؟ كويس. الحاجة مليانة؟ جدو. يا جدو. مين يا نور؟ أنا حاج جمال، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب يا أسطى ضاحي، خير؟ أسطى، ما علينا. إيه، هو أنت مش أسطى برضو ولا أنا غلطت؟ صاحب التجارة ما بيتقالوش يا أسطى، أسره. أنا جاي أحقق لك نفسي على اللي حصل ديك النهار وأستسمحك أشرب معاك كوباية شاي. بس أنت موقفنا على الباب يعني زي الغرب. بيتك ومطرحك. اتفضل يا أسطى. قصدي هندسة. خد يا نور. يا ساتر. يعني انت رضيك العمايل اللي بنت عادلك بتعملها ديت؟ داخلين على سنة اهوت ومش عاوزة تجيبها لبره وترجع بيتها؟ ما هو مفيش حاجة بتيجي بالعافية. ما انا غلبت، لا تراضي نافع ولا عافية نافعة ولا حتى كده النسوان جايب معاها. روحي يا نور هاتي حاجة ساعة من التلاجة يا ماما. مفيش، خلصت. في يا نور، روحي يلا. ما هو اللي ما يصونش العشرة ما يبقالوش حق العتاب. وحدك عند الأدمان، وبضرب نفسي 100 جزمة كل يوم الصبح لما بتقلب على السرير ما بلاش في حضني. طب وانت عايز ايه دلوقتي؟ خلاص، هي عملت اللي هي عايزاه وبهدلت وراها كام شهر اهو، ترجع بقى ولا دار ما دخلك شر. احنا هنعيده من تاني؟ ما خلاص بقى اللي كان كان، وشوف نفسك زي ما هي شافت نفسها. اشوف نفسي ازاي؟ يعني انت عاجبك وقفتها في المحل وسط الرجاله ولا كان في الراجل اللي حكم عليها؟ لا يا حاج، انا ما عاجبنيش الحال معايا. جرى يا ضاحي؟ عامله ما حدش له حكم عليها، دي بنتنا وما حدش يقدر يرفع عينه فيها. انت تايه عنها ولا عنا ولا ايه؟ يعني انت عاجبك حالها كده؟ انا يعجبني اللي يعجبها، ومن غير زعل. الحال اللي هي فيه مهما كان احسن من الحال اللي كانت معاك فيه كده يا حاج. وانا اللي جالك تراضينا عليها؟ طب خليها ترجع وانا عنايه ليها. طيب، ربنا يقدم اللي فيه الخير. خد يا نور، خد يا حبيبتي، خد يا ماما، هديلك حاجه حلوه. ما بحبش الحاجه الحلوه. عسل نور والله. ايه ده؟ انتوا مش مسامحين فيها؟ ما في. السلام عليكم. انا كنت عند الحاج جمال بس اسمحوا يعذرني في اللي حصل. تشكر يا معلم ضاحي. نفس المايه ترجع لمجاريها بقى. احنا مش هنفضها سيره يا ضاحي. انا مانيش ست غضبانه من جوزها. احنا متطلقين. انا ما طلقتش، وكان لا يمكن اطلق ابدا. انت اللي سوقتي فيها ودخلت المحاكم ما بيننا، وهنت عليك 10-12 سنه. هنت عليك قبل ما تهون عليا. احنا اللي بيننا انتهى خلاص. شوف سكتك بعيد عني. انا ماليش سكه غير معاك يا عبله. وعلى فكرة احنا لسه ما خلصناش. ماشي يا بنت الأصول، ماشي. تمام كده يا أستاذ؟ تمام. 5 دقايق على الهواء يا أستاذ. أوكي خلاص يا ابني. ثواني. هي طروق، عامل ايه يا حب؟ هو ايه يا ابني تعطلني عنده؟ ده غوهولك خالص عشان خاطرك، وانا بشوفك كل يوم. ما جاي اكيد، بس الواد علي اللي هيسبقني الاول، اخلص انا تصوير واجي لك على طول.
ماشي يا حب، باي باي. سامح بليز هات لي موبايلي من الشاحن. هو انت خارج النهارده؟ اه. في حاجه؟ لا مفيش. يلا بينا يا استاذ حازم. يلا بس ثانيه كملي جوه. أموريني. أنا عايزة وأنا بشغل الموبايل ده وأحط عليه الواتس وأنقل على الموبايل ده هنا. خلي أي حد عندك في البيت يعملهولك. هو حد فضيلي؟ معلش يا مدام، أصل إحنا ما بنشتغلش في الحاجات دي. بصي روحي شارع عبد عزيز، أي محل هناك هيعملك اللي أنت عايزاه. عبد عزيز؟ طب السلام عليكم. وعليكم السلام. خليك أنا هركنه. الحمد لله على السلامة يا عم، كنت فين كل ده؟ يا سوني. مساء الفل يا تريكة. مساء الفل. عاملين ايه؟ حلوين. الحمد لله. حلوين. بقول لك ايه؟ مفيش أخبار عن الموضوع اللي كلمتك فيه؟ موضوع ايه؟ يعني ايه يا سمير، أنت نسيت ولا ايه؟ الموضوع اللي كلمتك فيه؟ عبلة. هو انت عايز الموضوع ده بجد يا سوني؟ هي الحاجات دي فيها هزار وانا معرفش؟ لا مش فكره هزار، بس انا قلت يعني هياخد له معاك يومين كده ويهدى. يهدى ليه؟ هو انت كنت بتكلم عيل صغير؟ هي شكلها كده مفيش نصيبه صح؟ هي انت كلمتها؟ كلمتها وقالت لك ايه طيب؟ قالت لي انها شايفاك زي اخوها. سوني يا راضي، خش يا راضي احصلك. ماشي، ده بيبقى في اول الكلام. انت بقى عملت ايه؟ يعني ايه عملت ايه؟ انت شكلك مش شاري الموضوع يا سمير. انا كنت حاسس بكده من اول ما كلمتك. انت هتستهبل يالا، هو مين ده اللي مش شاري؟ انت اخويا وهي اختي، ده انا اول واحد اجري لك في الموضوع. وما حاولتش معاها ليه طيب؟ يا ابني واحده بتقولي شايفاك زي اخوها وانها شالت من دماغها فكره الجواز ده من اصله. لو مكاني كنت هتعمل ايه زياده؟ كنت هشهد لك يا سمير، كنت هشهد لك وازق الموضوع. وفكرك يعني ان عبله محتاجه شهادتي فيك؟ وافرض يا حمار، ده انا اللي رايح اخطبها لك، ده مش كفايه عندها؟ بس انت عارف يا سوني ظروفها اليومين دول، الزق من ناحيتي لاخر يا صاحبي. عندك حق، انت صح. انا هخش اشوف اكل عيشه. الو. ايوه ايوه سعيد. ما جيتيش ليه امبارح؟ ما انا قايله لك قبل كده مش هعرف اجي غير الصبح. طب ما تيجي على المغرب. المغرب هي ازاي بس؟ لا يبقى اجي لك انا بقى. بتستهبل يا سعيد.
سعيد والله. طب ايه؟ طب خلاص هتصرف. عارفه لو ما جيتيش؟ لا جاية. عارفه لو اتأخرتي؟ وحتى امك جاية بس ما تأخرنيش. هنطول، انا عايز ساعتين. اياك انت بس تكون قد الساعتين دول. خلاص بقى سلام دلوقتي. طيب سلام. سارة، 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 ايه اللي منامك بدري كده؟ ما انا معرفش انك جاي حازم، كنت فضلت صاحية. ما انا ما كنتش جاي، بس اليوم النهارده كان ظريف. قلت بقى اقفله ظريف فين برضه؟ ياه ده انا على كده بقى حظي حلو قوي النهارده. طب امالك بتقول هي من تحت الدرس كده ليه؟ انت ما كنتش عايزاني النهارده؟ لا خالص بالعكس، ده انا مستنياك النهارده عن كل ليله تانية. شفتي بقى؟ انا كنت مروح في امان الله وفجاه طفل غرام جه على ودني وقال لي لازم تروح لساره. وانت سايباني ونايمه. كان نفسي تفتكر عيد ميلادي قوي يا حازم. عيد ميلادك ده اللي هو امتى؟ يعني خلص من ساعه كده تقريبا. طب وانا كنت اعرف منين بس يا ساره؟ حقك عليا معلش. كان المفروض افكرك بده كمان مش كده؟ يا حبيبتي حقك عليا، انا اسف. كل سنه وانت طيبه. وبعدين دلوقتي بقى ليكي عندي هديتين، هديه عيد ميلادك وهديه ان انا نسيت هديه عيد ميلادك. صدق يا حازم انا كان نفسي قوي تكون عامل لي مفاجاه، وبتقول انك خارج قدامي عشان تسبك عليا الدور. جيت جري على هنا وانا قاعده مستنياك على امل بس انك تدخل عليا بتورتايه ان شاء الله حتى قد كده. ما هو انت عارفه ان انا ماليش في الحاجات دي. وبعدين انا في دماغي 100,000 حاجه. عيد ميلاد ايه اللي انا هفتكره يعني؟ ما كانش هيحصل حاجه يعني لو كنت اديتيني هنت وفكرتيني كده يعني. عندك حق، المرة الجاية هبقى اخلي تيم الإعداد بتاعك يفكرك. بعدين معاكي بقى يا سارة. طب بصي يا حبيبتي، أدينا احنا لسه فيها اهو. اطلبي اللي أنت عايزاه وأنا أنزل أجيبهولك حالا. لا يا سيدي متشكرة، أنا بقتش عايزة منك أي حاجة خالص. لا ده أنت عايزاه تقلبيها بقى نكد وغم على المسا. مش هين عليكي تشوفيني رايق مش كده؟ أنا همشي. حازم، حازم، يعني أنا المفروض أفكرك بأي حاجة تخصني؟ حتى عيد ميلادي؟ يا سارة، أنا دماغي فيها مليون حاجة وماليش أنا في تفاصيل الستات النكدية دي، وبحبك عشان أنت مش كده أصلاً. فاهمة؟ فاهمة؟ طويلة وعالية من كوفي، ارتقاء مرة تانية على وسط الملعب، تدخل وضربة حرة غير مباشرة لصالح النادي الأهلي على محمد كوفي. طويلة وعميقة ياخدها مليك إيفونا، عايز يحط جسمه لكن يطلع على طول دويدار. عايز حاجة من تحت يا أبو عبير؟ هتقلع علبتين سجاير. عيني هو العزا اللي أنت رايحة فيه؟ في المطرية، هما ساعتين زمن.
اعمل واجب مع حبايبها واجي على طول. الله يرحمك يا ام احمد. بالاذن يا اخويا. ماشي. الو، على فين يا ام عبير؟ مش حرام عليك تسيبي جوزك عم صفوه الغلبان عشان خاطر واد زي سعيد؟ انت بتقول ايه؟ بقول انك ما تروحيش المشوار اياه وخليكي قاعده جنب جوزك احسن لك. عايز ايه؟ عاوزك تلمي الدور وما تروحيش للواد سعيد عشان تقعدي معاه. ده أولكش. الباقي بقى هتعرفيه لما تجيلي المحل. رجعت تاني ليه؟ انت مش كنت نازلة؟ ما انا رحت للدفنة الصبح. هي سيرة ما تجيبي الشبشب بتاعك ده لما اعولك. العفو يا صفوت، ما تجيبي يا اخويا لما لك الجزمة. انا يا ست انا بحب ألمع. طب بقول ايه، هقوم اجيب لك علبتين السجاير من تحت. لا لا لا، خليك انت، انا هبعت البت. بت عبير، انت يا بت، انت عارف سر حلاوته في اختلافه. على فكره يا مستر، الانسان هنا بيعملوه مشوي. في معظم الاماكن التانيه بيبقى مطبوخ، عشان كده حضرتك تلاقيه طعمه هنا مختلف عن اي مصمت تاني. هو فين اللسان ده؟ ايوه هو ده حضرتك يا مستر، كل لوحده كده تحبه قوي. لسان على طريقه الست عبله. هي ورثت سر الصنعه من الحاجه ابو عبله الله يرحمه، وهي بقى زودت نفسها على الاكل. حلو فعلا. الف هنا وشفا يا مستر. بس الست عبله مشغوله النهارده. تسلم ايديك يا ابو البلد. ايوه هند. الحقني يا اكرم، شنطتي اتسرقت مني يا اكرم، مش عارفه اعمل ايه. الحقني، قولي اتصرف ازاي دلوقتي. قولي اتصرف ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ اتسرقتي امتى وازاي وفين؟ واقفه بالعربيه وواحد مد ايده ازازه العربيه كان مفتوح ومد ايده واخد الشنطه بتاعتي. اعمل ايه قولي. طيب انت كويسه؟ الشنطة فيها حاجة مهمة؟ فيها كل حاجة، فيها الباسبورات والبطايق والكريدت كارد والشنطة ب 20,000 جنيه. دي الويفي ضايع يا أكرم، قولي أكرم. فداكي فداكي، كل ده فداكي. طيب روحي أنت وأنا هتصرف. بس ابعتي لي كل التفاصيل على الواتساب وأنا هتصرف. ماشي؟ يلا يلا باي. أه تسلم إيديك، حلوة أوي. أه والله تسلم إيديك، زي الفل. يا رب أكلنا يكون عجبك. النوبة دي مش زي النوبة اللي فات. ما أنا جيت تاني عشان عجبني. إيه؟ رفعنا راسك ولا ايه؟ رفع راسنا دايما يا بلبل. انا مسافر كمان كام يوم، وقلت لسمير يعني انا لازم اجي اكل عند حضرتك قبل ما اسافر. حضرتي؟ ده حضرتك اللي شرفت. تشربوا شاي ولا اجيب لكم شيشه من القهوه؟ الشاي كويس. ماشي شاي. شاي؟ ولا يا دوده؟ شاي وصايه للجماعه، وحضر صابونه نظيفه بتاعت الاستاذ اكرم. حصل. بالاذن. تسلم يا بلبل. ماشي مصر. Thank you.
حبيبتي هاو ار يو وحشتيني خالص هاو ار يو اهلا يا اكبر اهلا الحمد لله على السلامه هاي حبيبتي هاو ار يو هابي بيرثدي متاخر انت كمان كمان صباح الخير يا سوني بقى فل عم محمد ارو ابيض اتفضل علينا يا رب انت فاهم غلط ده ابن خالتي ابن خالتي هو انت مش كبرت على ابن خالتي دي لا والله ما عنديش كارت ب 25 مش حل الكارت ب 10 عايزه كارت ب 10 اتفضل مش حلك على عيني رقم يا ست الكل انت جبت الكلام ده منين انا كل الكلام عندي كلام الليل والصبح وكل الأوقات ومتسجل بصوتك وبصوت ابن خالتك يعني إيه؟ يعني حرام عليك حرام عليك تعملي كده في الراجل الغلبان اللي متجوزاه بقى أهم صفوت الراجل الطيب الكبارة اللي شغال في شركة المية يتعامل معاه كده أنت عايز مني إيه؟ أنا بصراحة عم صفوت صعبان عليا وعايز أجيب حقه وحياة بنتي وحياة بنتي ما هروح له تاني أبوس إيدك أبوس إيدك ما تفتحنيش يا أم عبير هي خلصانة من بدري من بدري هو أنت مفكرة إن أنا هديكي فرصة تعملي معاه كده تاني؟ لا مش دي العبارة أمال إيه العبارة؟ كلك نظر بقى أقولك اعتبريني ابن عمتك على فكرة كاتلين هي اللي وضبت كل حاجة قبل ما تسافر يا ريتها كانت قعدت فعلا كنا عايزين نتعرف عليها شكلها ست لطيفة مع الأسف هي بتقضي كل كريسماس مع ابنها في ويلز بس برضو هي سايبالنا لمساتها الجميلة على عشا السنة دي تفتكر اخترت صح؟ أكيد حضرتك اختياراتك دايما صح في البزنس ممكن بس في الجواز بيني وبينك كده أنا خايب حبتين I don't think so يعني حضرتك مش خايف حاجة أصلا كل اختياراتك بيرفكت بيرفكت زيادة عن اللزوم نادين ما تجربي الأورنج جوس طعمه حلو قوي أو ظريف دقته But I don't like that he asked you guys not to drink احنا كلنا ما بنشربش عشان بنحبك والعشاء ده كله معمول عشان كنتوا الاثنين Merry Christmas dears Merry Christmas papi هتخرجوا على طول دلوقتي؟ عايزين نخلص السكادجول بتاع تالا في حاجات كتيرة قوي عايزة تشوفها طب تعالي عايزة أوريكي حاجة ريشار بيغلي بورتري دو فام إيه رأيك؟ سيت أن شيف دوفر بابا رحت فرنسا الأسبوع اللي فات حضرت مزاد ورجعت بيها شبهك صح؟ لا أنا حاساها شبه تالا أكتر تحبي تهديها معاكي وأنتي راجعة مصر؟ بجد؟ طبعا ترجعها معايا مصر؟ قولي لا عشان أنت البينتينجز بتاعتك غالية قوي عليك يا بابي تفتكري في حاجة في الدنيا أغلى عندي من بنتي الكبيرة؟ لا مفيش بس مش لدرجة إنك ترجع معايا البينتينجز بس أنا عايزة منك حاجة تانية ايه؟ عايزة نادين ترجع معايا مصر أنا تعبت معها كتير وبعدتها عن هنا ومفيش فايدة في المستشفى حاجة معايا أنا هيبقى حاجة تانية خالص رجعها مصر معايا Thank you.
the sky. الو الو، هو حضرتك مين؟ هو انت مش هتبطل سفالة بقى وقلة ادب؟ هديه. نعم؟ هديه اشتمهولك. ما تتصلش بالرقم ده تاني، احترم نفسك بقى. علم وسخة، عاوز راجل يرد عليها. على جنب لو سمحت، على جنب يا اسطى لو سمحت. دي اغنيتنا؟ طبعا. ترازي؟ Someday when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of. انت ليه ما سالتنيش ماني شكيت ان في حد في حياتك؟ عشان اللي معاه ليلى مستحيل يكون في حد تاني في حياته. There is nothing for me but to love you and the way you look to. Thank you.
قول لي بقى ايه النيو ييرز ريزولوشن بتاعتك؟ مفيش، هيكون نفسي في ايه اكتر من كده؟ لا مش قصدي كده، يعني مفيش اي قرارات انت واخدها حابب تعملها السنه الجديده؟ بفكر ناخد شقه في لندن، اصل مع الوضع الجديد شكلنا هنيجي لندن كتير، ايه رايك؟ تمام. وبعدين الشقه دي هتلزمنا لما تالا تكبر، ممكن تدخل اوكسفورد زي مامتها. قول لي يا اكرم، هو انا لو ما كنتش شجعتك تقرب مني وتيجي تتقدم لي كنت عملت كده من نفسك؟ صراحة ما كنتش هعرف، اصلا انت بالنسبة لي كنت حاجة بعيدة ما اعرفش اوصلها ازاي. طب وفي العشر سنين جواز بتوعنا عمرك حسيت حاجة ناحية واحدة تانية؟ لا طبعا. قولي مش هتضايق؟ بصراحة انا مستغرب ازاي ما بصيتش لواحدة تانية طول العشر سنين دول. تفتكر ليه؟ عشان بحبك. يعني انت شايف انك انت دلوقتي بتحبني زي ما كنت بتحبني من عشر سنين؟ لا بحبك اكتر شوية. بس انا شايف انك انت دلوقتي بتحبني اقل. ما تقوليش لا، ده احساسي، احساس واحده ست بتحس بجوزها اللي هي بتحبه. بص يا اكرم، اللي زي انا كده بيبقوا داخلين على طلاق، بس انا شايفه ان الموضوع محتاج محاوله كمان. محاوله ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ احنا هناخد بريك من بعض يا اكرم، كل واحد فينا يشوف يقدر يعيش من غير التاني ولا لا. لا انا مش فاهم. مش بس كده، كل واحد فينا هيسيب نفسه خالص، يا اما هنوحش بعض يا اما هنلاقي نفسنا في ناس تانية. بس لو ده حصل هتبقى علامة ان علاقتنا انتهت. نقابل مين؟ هو انت لسه الموضوع ده في دماغك؟ بس لو حد فينا قابل حد تاني لازم يقول، علشان لو ما قالش يبقى بيخون، وانا ما اظنش ان احنا نستاهل نعمل كده في بعض. هل انا بحبك؟ وانا ما قلتش اني بطلت احبك، بس ما بقاش فاضل في ايدينا حاجه نعملها غير اننا ناخد الريسك. جاهز؟ انا اعرف جاهز. لا